الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث أن فيها دليلا على مشروعية على جواز السؤال عند رؤية الأحوال الغريبة. فإذا رأى الإنسان أناسا قد تجمهروا أو ازدحموا على شيء فإن من باب حب الاستطلاع سيسأل، فإذا سأل فإياك أن تصفه ب أنه متدخل أو متطفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا، لأنها حال غريبة. فإذا سأل الإنسان عند رؤيته لشيء من الأحوال الغريبة فلا بأس ولا حرج عليه، إن كان سؤاله أو تدخله لا يوجب مفسدة خالصة أو راجحة.